موضوع محمد عادل وهو المعسكر الاول، انت اخترت، انا بكلمك على العداله، اخترت جميع حكام الدوليين والمساعدين في المعسكر الاولاني في الفوج الاول، الفوج الاول هو ما اتخدش، هو كان عامل حسابه يروح لهذا الفوج، ما راحش. محمد عادل ما لعبش ولا مباراه، ولا مباراه في دوري المحترفين اللي هي المباراه التحضيريه ليه لدوري ممتاز، ما لعبش ولا مباراه. محمد عادل ما راحش السوبر، خلي بالك دي كام حاجه، ثلاث حاجات، كل دي مؤشرات. محمد عادل جه اتحاد الكره قعد يوم كامل عشان موضوع القائمه الدوليه. محمد عادل جاله ماتش بالاسم في الاردن اترفض، وده احنا انفرضنا بيه الاسبوع اللي واحنا فات، واحنا قلنا الاسبوع اللي فات مع حضرتك. شوف كل دي حاجات بتتعمل. تعال بقى نشوف المجاملات اللي حصلت، وما زال اتحاد الكره بعيد تماما. طب الناس ممكن على برضو الطرف الثاني يقول لك ايه، انا كل ده حصل بس برضو حطيته في اول مباراه في الدوري، انا لو ضده مش هحطه اول مباراه، كابتن انا برضو لازم اكون موجود للطرف انا الاخر جاي لك اللي يا هيقول لك. كابتن، انا جاي لك في المعسكر اللي حصل. هنتكلم عن ايه؟ تطوير يا جماعه، انتوا عاملين تقولوا تطوير تطوير تطوير، انتوا شفتوا التطوير؟ طيب هل ينفع النهارده معسكر تحضيري يا كابتن محمد بيتعمل من ثلاث ايام يومين بس؟ ايه اللي حصل فيه؟ مفيش ولا تدريب على الفار اتعمل، ولا تدريب، ولا تدريب. انت بتتكلم الكلام ده حصل بعد كده، بعدها باسبوع راحوا لمعدات الاتحاد الافريقي وانت عارف القصه، وعملوا استأذنوا الكاف وخدوا القاعه والمعدات. ولكن لما نتكلم على معسكر تحضير يا جماعه لدوري مصري كبير جدا جدا، انديه كبيره وبتنافس، انديه بتاخد بطولات في افريقيا، خلي بالك لو انت مسؤول مش حاسس بالمسؤوليه سيب اللجنه وامشي. بالمناسبه كمان مش قصه عادل بس، ده حتى محمد سلامه ميدو ما كانش في الفوج الاول وراح اخر اربع ساعات في الفوج الثاني. هقول لك على المفاجاه بقى، المعسكر اللي فوق الثاني، هل من المعقول يا 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 مسؤول بتاع الحكام يا بتاع التطوير، هل معقول ان الحكام تنزل في تدريب عملي بالزي العادي يقفوا؟ زي ايه؟ دي جديده، بالزي العادي مثلا زي اللبس، لبس قميص الخروج العادي؟ لبس الخروج عادي، يقفوا في الملعب وتشرح لهم العملي. ده إيه ما ده؟ حصلش، ده اول مره اشوفه. ما لبسوش لبس التحكيم لا او اللبس الرياضي؟ ما فيش الفوق الثاني حصل الكلام ده، وانا بكلمك على اللي تمام. حصل. فين التطوير؟ طيب سؤال بس من النبي عشان خاطري، انا عايز اروح بس لكابتن تحسين في جزئيه مهمه جدا، لو هتختم بسؤال سريع. السؤال، نيجي بقى للمجاملات وسريعا. انا النهارده بتكلم على ايقاف حكم امين عمر اتوقف في الموسم اللي فات من الجوله الثانيه للجوله السادسه، ليه؟ كان عنده مشكله في ماتش. لما اجي النهارده انا لاعب حكم اخطا في مباراه الاعبه في اول جوله، لما اجي النهارده لاعب ثلاث حكام راسبين في الوارنر والناس التانية اللي نجحت وتعبت وشيت قاعده في البيت بتتفرج، هي دي عداله؟ كابتن محمد لما اطلب الحكام العداله لابد انا كرئيس لجنه او كمسؤول لابد ان انا انفذ العداله بين حكامي.